طيب كريم يعلق لنا بقى على ارقام مارسيل كولر مع النادي الاهلي حتى الان. انا هكمل اللي بدأه ثابت، في ان ثابت عمل مقارنه ما بين الاربع مدربين. انا بقى حابب نبص على ارقام كولر في اول 6 مباريات ونشوف كده، نحاول كده نستشف الدنيا عامله ازاي. لو ممكن نجيب الارقام ونشوف ان كولر في اول 6 مباريات مع النادي الاهلي حقق الانتصار في 6 مباريات. في بقى ارقام مهمه جدا هنطلع منها طبعا، الارقام طبعا مبنيه على الارقام المباشره، يعني التعادل 0، الخساره 0، احرز 12 هدف وتلقى هدف وحيد. نبدا بقى الارقام المهمه، مهمه قوي ونخلي بالنا منها عشان هتدينا مؤشر ليه فيما بعد. متوسط الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي من اول 6 مباريات 2.6، يعني ده لو ممكن بس نجيب السكرين الاولى اخر رقم فيها. الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي في ال6 مباريات اللي لعبها في 3 بطولات مختلفة، بنتكلم مباراتين في دوري الأبطال، مباراة كأس السوبر، و3 مباريات في الدوري، يعني 3 بطولات مختلفة. الأهداف المتوقعة للنادي الأهلي في المباراة الواحدة لغاية دلوقتي 2.6، وده رقم على أي أساس اخترت أو اتقال 2؟ ده متوسط، على متوسط ال6 ماتشات، 6 مباريات، متوسط 6 مباريات بناءً على الأهداف وبناءً على المحاولات اللي على المرمى اللي برضه هنتكلم عليها. اتفضل. متوسط الأهداف اللي النادي الأهلي ربما يستقبلها في المباراة الواحدة من 6 مباريات 0.4، يعني رقم اقل من نص هدف في المباراه الواحده، وده يؤكد النجاعه الدفاعيه عند الفريق. طيب النادي الاهلي خرج من 6 مباريات 5 كلين شيت، وده طبعا رقم كبير جدا. نسبه نظافه الشباك في ال6 مباريات نسبه ان الخصوبه دي يبقى 83%. طيب نسبه احراز الاهداف في 6 مباريات 100%، ده معناه ايه؟ 100% ولا 10%؟ لا 100%. دي 10% دي مكتوبه غلط. لا 100 لو سمحتوا يا شباب صلحوها. 100% للنادي الاهلي بالفعل يا كابتن اسلام. شكرا. 100% النادي الاهلي احرص في كل مباريات، يبقى النسبه في صفر اتنسى. الصفر ده يودي في داهيه. يودي في داهيه صحيح. اتفضل. متوسط الاستحواذ النادي الاهلي في ال6 مباريات 60%، وبالتالي ده يبين ان كولر دايما بيلعب على الاستحواذ. تمام. طيب نروح بقى لواحد من اهم الارقام، وعايز الساده المشاهدين يركزوا فيه جدا جدا جدا، الرقم اللي احنا هنقوله اللي جاي في السلايد اللي جاي ان شاء الله، وهو نسبه الاستحواذ بالنسبه للكوارترز في المباراه. احنا بنقسم المباراه يا جماعه 6 كوارترز، الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، الخامس، السادس. نبص بقى الشوط ثلاثة. نبص بقى على الاستحواذ للنادي الاهلي ماشي بالمعدل ازاي. متوسط استحواذ النادي الاهلي في الربع الاول من 6 مباريات اللي بداها مع كولر 58%. اوكي. بدايه النادي الاهلي تبقى بدايه قويه. قوي. بيبدا النسق يرتفع يا كابتن اسلام بشكل قوي جدا 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 في الربع الثاني، الربع الثاني لغايه دلوقتي. يعني بنتكلم من الدقيقه 16 للدقيقه 30. تمام. ده الربع الاقوى للنادي الاهلي في الاستحواذ، وبالتالي طالما الاستحواذ بيزيد يبقى الاداء البدني والفني والتكتيكي بيزيد. نحن بنطلع من 58% ل 63%. الربع الثالث في الشوط الاول بيبدا نحس كده ان الفريق بيبدا يهدى شويه بناء على ده الجزء الاخير من الشوط الاول، فالنسق بيهدى شويه، وربما كمان بيبقى النادي الاهلي في الشوط الاول دايما متقدم في النتيجه، فبيديله بيدي اللعيبه الاحساس يعني نهدي الريتم شويه في نهايه الشوط. بدايه الشوط الثاني بتبقى قويه جدا زي بدايه الشوط الاول، الربع اللي هو الرابع اللي هي 58 بدايه الشوط الاول، بدايه الشوط الثاني، الثاني سوري، من الدقيقه 45 للدقيقه 60 بالظبط، مشابه للغايه من الربع الاول. النادي الاهلي متوسط الاستحواذ فيه بيصل الى 58%. وخلي بالك اسلام، احنا بنتكلم على 6 مباريات كان منهم مباراه سوبر صحيح من نادي الزمالك، وكمان نادي الزمالك لحد ما كان في بعض الاحيان مستحوذ على شوية. اللقاء صح. الربع الخامس النادي الاهلي مشابه لبدايه الشوط الثاني وبيصل ل 57%، وبعد كده بيقل خالص النسبه، مش خالص ولا حاجه، ده 4%. احنا بنتكلم عليه، ما خلي بالك احنا في الست كوارترز النسب كلها معديه 50%. مظبوط. يعني انت ما سبتش اصلا مساحه للمنافس ان هو يستحوذ عليك. صحيح. وبالتالي بيبين ان نسق لعب النادي الاهلي لغايه دلوقتي مع كولر انه مستحوذ في كل الكوارترز، بس
الربع الاول والثاني في كل شوط النادي الاهلي بيطلع فيهم اقصى ما يمكن، وده بيبين ان اللعيبه بتنزل مركزه للغايه بناء على التعليمات الفنيه. يعني في حاجات بينزلوا يطبقوها، لما بيخلصوا التارجت بتلاقي ان الربع الثاني بالظبط في الشوط الاول في الشوط الثاني تبدا الدنيا. مانويل جوزيه كريم بيعمل كده اول ربع ساعه، كان دايما في اول ربع ساعه عايز ينزل يخلص على الفرقه يجيب جون بدري. نعم، فده نفس فكر كولر برضه.